يا مساء الفل على كل الناس اللي تسمع نجومة فقام في كل مكان. حلقة جديدة وجت في العرض. ضيفي النهاردة هو سعد الدين سمير اللي اتولد في 1 إبريل سنة 89 في محافظة بنها. نجم النادي الأهلي ابتدى مشواره في سن صغير مع فريق اتحاد الشرطة، وبعد كده اتنقل للنصر الليبي ومنه للأهلي المصري. تألق جدا مع النادي الأهلي فتصعد بسرعة للفيرست تيم، وكان وقتها الفريق بيضم مدافعين من العيار التقيل أبرزهم الصخرة وائل جمعة، فكانت فرصة سعد سمير وغيره من الناشئين صعبة جدا. خرج أكتر من مرة لإعارات المصري البورسعيدي والمقاولين، فتألق مع المقاولين جدا ورجع للنادي الأهلي. حقق العديد والعديد من البطولات مع العملاق الأحمر، من بينها دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والدوري العام وكاس مصر وكاس السوبر المحلي وكمان كاس السوبر الأفريقي. كمان كان موجود مع المنتخب المصري تحت قيادة هكتور كوبر لما وصلنا للنهائي وخسرنا بطولة 2017 من الكاميرون، وكمان انضم للمنتخب اللي لعب في كاس العالم في روسيا. بيمتاز سعد سمير كمدافع بالقوة البدنية زي ما هكتور كوبر وصفه بأنه مدافع من العيار التقيل، لكن كمان برة واحد من اللعيبة اللي دمها خفيف جدا، واللي أجمع على ده كل النجوم سواء الجيل اللي قبله أو جيله أو حتى الناشئين اللي تصعدوا معاه في الفريق الأول في النادي الأهلي. سعد سمير من الناس اللي ليها علاقات جيدة جدا مع كل الأجيال، الجيل اللي هو تصعد عليه، جيل أبو تريكة وبركات والجمعة، والجيل الحالي اللي موجود دلوقتي من اللعيبة اللي أصغر منه في السن وفي الجيل اللي بعده. وبرغم أنه سعد من الناس اللي ليها علاقة جيدة جدا مع جمهور النادي الأهلي واللي عمرها ما توترت في أي وقت من الأوقات، لكن ظهرت عليه إشاعة زعلت منه الأهلوية في فترة. كانت الإشاعة عاملة إزاي؟ تعالوا نسمعها من سعد سمير. حبيبي يا كريم، كل سنة وانت طيب، بمس عليك وعلى كل مستمعينك، وإن شاء الله تبقى السنة كلها خير علينا كلنا، وشهر رمضان خير علينا كلنا وعلى كل الأمة العربية والإسلامية. يعني انت عارف كلنا بنتعرض لإشاعات كتير، وبيبقى في مواقف كتير بنتعرض لها، في منها اللي بيضحكنا وفي منها اللي بيضايقنا، ففي حاجات بتبقى إشاعات تضحك وفي إشاعات تضايق. يمكن هتدرك بالإضايق الأول. كان في مرة في التجديد مع النادي الأهلي، كان فترة اللي متولي فيها الكابتن محمد يوسف مدير الكورة في النادي الأهلي، كنت أنا مضيت بقالي 3 شهور أو 4 شهور مع النادي، ومضيت العود على بياض زي ما احنا يعني معظم اللعبة بتعمل كده في النادي، وقعدنا 3 شهور ما اتكلمناش في تفاصيل العقد خالص ولا أي حاجة، ومستنين وقت معين نقعد نتكلم بقى في التفاصيل. لكن أنا كنت ماضي موقع العقود، والعود موجودة في النادي مع الكابتن محمد يوسف يعني. وفي الفترة دي الناس قالت ان انا بماطل وان انا مش بجدد وان انا مش عايز اجدد واني واني واني، وطلع بقى كلام سخيف جدا. ده ضايقني بصراحة، لاني اللي زعلك ان انا ماطي اصلا وموقع العقود، فليه حد بيقول كده عليك او بيشكك فيك، وخصوصا ان انت عمر ما كان فيه كلام عليك في الموضوع ده. فدي كانت من اكتر حاجات اللي ضايقتني، ان انا زي ما انا بقول لك ماضي بقى لي 3-4 شهور وحد كان بيشكك ان انت ما ماضيتش او ما جددتش وكده، لكن النادي طلع نفى الكلام ده ونزل بصراحه كلام محترم عني وبيان محترم، وشكر سعد ان هو من الناس المخلصه، والحمد لله جت في العرض عدت على خير. يعني زي ما سمعنا من سعد، المماطله في تجديد العقد دايما اشاعه بتظهر في وقت تجديد العقد الخاص باي لعيب، او في وقت تمديد العقد، او في وقت الخروج لاعاره. دايما بيظهر شويه تقارير كده بيقولك اللعيب ده موافق على طلبات النادي، او اللعيب مش عاجبه اللي بيحصل، او اللعيب اشترط عن النادي. الحاجات دي في منها كتير بيتصدق، وساعات الجمهور بيزعل منك، وعلى قد غلاوتك على قد ما هزعل منك، على قد قيمتك الفنيه على قد ما هزعل منك برضو. سعد من اللعيبه اللي دايما جمهور الاهلي حطه في حته انه ابن النادي اللي بيحب النادي اللي عمره ما ماطل في حاجه، فلما طلعت عليه اشاعه بانه بيماطل وانه مش عايز يمضي، او ان هو يعني بيشترط، او ان هو مش مبسوط باللي بيتقال، الناس زعلت منه. لكن ده مش معناه خالص ان الإشاعة صح. زي ما سمعنا من سعد نفسه، كانت إشاعة ليها علاقة بتقارير صحفية مش مظبوطة. البعض بيجتهد، البعض شاف انه ممكن يبقى الموضوع اخد وقت اكتر من الطبيعي بما انك ابن النادي فوقع بسرعة او خلص القصة بسرعة، لكن بيكون في ظروف وقتها ان المسؤول الفلاني مش موجود، المسؤول الاعلاني اتأخر، القصة ليها علاقة بظروف اللاعب نفسه، راح هنا راح هنا. فده مش معناه خالص انه بيتنك عن النادي او بيماطل او الحاجات دي كلها. لكن الاشاعات الخاصه بتجديد العقود موجوده في العالم كله. اي لعيب في فتره تجديد عقده او في فتره تمديد عقده بيتقال عنه حاجات كتيره جدا. هل وقع على بياض؟ هل وقع من غير ما يتكلم؟ هل اشترط اي حاجه؟ دايما الجمهور بيزعل شويه لما بيسمع الحاجات دي، لكن مهم جدا انك تسمع المصدر.
سمعنا النهاردة المصدر وكان سعد سمير هو اللي حكى لنا الحكاية. إشاعة بسيطة وعدت على خير وجت في العارضة. بكرة إشاعة جديدة ونجم جديد وجت في العارضة على نجوم FM.